aquí porque viene. Y la niña. الله اللي على الرصاص الرصاص كماده مش الرصاص كرصاصه لان لو واحد ضرب رصاصه فهو مشكلته في ايه دلوقتي؟ هو ضد النار ان هو هيموت صح؟ مش مشكلته انه هيحصل له ليد توكسيستي ده ما يمنعش ان الليد الرصاصه متبطنه بماده الليد هتفهم حاجه؟ يعني الليد حاجه فاير ار غير الليد توكسيستي امال امتى انا اتعرض لليد توكسيستي؟ ممكن اتعرض لماده الليد اورال او ممكن اتعرض لها على شكل فيومز اورال اشهر حاجه او اشهر سورسز ممكن تجيب ليد هي الحياه في مصر انك تعيش في مصر ليه؟ لحد سنه 67 المفروض ان كل انابيب الميه او كل خطوط الميه كانت متبطنه بماده الليد الكلام ده كله اتغير في الستينات في بعض الحتت وحتت ثانيه ما اتغيرتش ففي ناس لحد يومنا هذا بتشرب ميه بتعدي على مواسير فيها ماده الليد فاول حاجه الميه ثاني حاجه لعب الاطفال لما تبقى عايز تجيب هديه لطفل عندك اوبشن من الاثنين يا تجيب له لعبه ب 200 جنيه تجيب له لعبه ب 4 جنيه تحت الكوبري 4 جنيه تحت الكوبري دي هتلاقي لعبه مدهونه بايه؟ مدهونه بالليد لان الليد بيستخدم لصناعه الطلقات الدهانات اي حاجه بتدهن رخيصه شويه هتلاقي بتصنعها من ماده الليد طب ايه علاقه ده بالاطفال؟ اي طفل لما بيجيب لعبه بيعمل كده حطها في بقه فسهل ان هو يحصل له ليد توكسيستي حاجه ثانيه سورس ثاني النيش عارفين النيش اللي بتاع 200,000 جنيه ده بيجي فيه طباق شويه طباق ما بيتاكلش فيها يعني هي معموله على شكل طباق بس هي ما بيتاكلش فيها طباق فخار سيراميك اي طبق سيراميك بيبقى معمول او مدهون بماده الليد يعني الحاجات دي معموله بس المنظر مش معمول عشان يتاكل فيها كل الحاجات دي اورال في بعض مشتقات الليد بتصنع انسكت سايد او رودنت سايد واحنا قلنا المصادر والحاجات دي كلها مش حبس ممكن اتعرض للليد بدل ما اتعرض له اورال اتعرضه على شكل فيومز يعني مثلا صاروخ او ميسايلز قذائف معينه ضربت على بلد معينه ما جاتش في حد فانا ما متش مفيش حاجه دخلت في جسمي بس طلع منها بخار عباره عن ايه؟ عباره عن الليد يعني بعض مشتقات الليد او الليد فيومز طلعت نتيجه قذيفه معينه واتنفستها فدخلت عن طريق الانهيليشن او حاجه اسمها الليد جازولين ده بيطلع من العربيات محرك العربيه لما بيولع تفتح الكبوت مره واحده كده بيطلع شويه حاجات منها حاجه اسمها الليد جازولين ده محطوط في العربيات كانتي نوك ايجنت يعني حاجه عشان المحرك ما يقفش او ما يعطلش مالناش دعوه بقى بالكلام ده كله انا عايز اعرف بس ان الليد ممكن يجي اورال او عن طريق انهيليشن يعني في كذا سورس للليد طب الليد بيشتغل ازاي؟ زي بقيه التوكسينز اللي احنا اتكلمنا عليهم المره اللي فاتت بيتوزع على كل الاورجنز يعني تقريبا بيتارجت على كل الاورجنز بس نقي اورجن واحد نقي لي اورجن كده ارزينك مين؟ حاجه بيشتغل عليها ارزينك طب ايه اكتر اورجن هيتدمر من ارزينك؟ الليفر ارزينك يعني الليفر هيتدمر طب ايه الاورجن او الحاجه اللي الارزينك هيتشال عليها عشان يروح لاي اورجن؟ البلد صح؟ يعني البلد هو وسيله المواصلات واكتر اورجن هيتدمر من الارزينك هو الليفر طب الميركري البرين لان بيعمل مشاكل سايكولوجيكال طب نقي لي حاجه ليها علاقه بالليب هقول لك الدم رقم واحد مش كوسيله مواصلات مش كحاجه هيمسك فيها عشان يتحرك لا هو التارجت بتاعه هو الانزيمز بتاعت الدم بعدها في مجموعه اورجانز هتتضر وهنتكلم عليها دلوقتي يعني رقم واحد في الليد هو بص الدم في الباب يا في شويه حاجات كده هتعدي عليكم فارماكوكاينيتكس الكلام ده ما بيتنفسش يعني الليد بيروح على كل الاورجانز 75% بيطلع في اليورين و25% بيطلع في الاذر سكريشنز الكلام ده كله مش هيسوق حاجه لا اي فارماكوكاينيتكس ده كله قليل كل اللي قلناه ده ما عندناش منه حاجه هنبدا نتكلم عن الميكانيزم يعني اول كلمه بتقراها هي الميكانيزم بص انا هصلي على الليد بيشتغل على ايه؟ التارجت اورجن بتاعه او التارجت سايت هو البلد
بيشتغل على السي ال اس بيعمل مشاكل في البورس. بيعمل ايه على البلاد؟ مادة الليد لو حد كان حضر معانا الجنرال توكسيكولوجي حد فاكر حاجة اسمها الايه ده؟ كنا بنقول ايه الايه ده؟ ده انتيدوت او كليتنج ايجنت سبيسيفيك لمين؟ للليد. اشمعنى؟ بتدخله ماسك فيه كالسيوم ومين بيتشد للكالسيوم؟ الليد. يعني الليد وجوده جوه الجسم بيجري ورا الكالسيوم سواء في العظم او في اي مكان. كل اللي عايزه الليد ان هو يمسك في الكالسيوم، بس هو بيعمل مشاكل في الدم، بيعمل حالة انيميا، بيعمل هيموليسيس اند ريتيكولوسايتوزيس. يعني هو مسك في الدم مش زي الارزينك ما مسكش في الدم عشان يتحرك زي الزرنيخ او الارزينك، لا ده مسك في الدم وبدا يمسك في الانزيمز اللي بتصنع الدم. مسك في الاس اتش بارت اوف انزيم، يعني دور على الانزيمات اللي بتخش في تصنيع خلايا الدم ودمرها. اول حاجه هو كسر الار بي سيز، عمل هيموليسيس، عمل حاله انيميا وعمل ريتيكولوسايتوزيس. البون مارو بدا يعوض النقص في الار بي سيز فبدا يطلع ار بي سيز بايظه. يعني الدم كله اتضرب او الدم كله اتاثر. التارجت اورجن او التارجت سايت هو ايه؟ بلد. على السي ان اس في حاله بتحصل اسمها الليد انكيفالوز. كنا بنقول الارزينك بيعمل مشاكل في السي ان اس، بس قلنا ان الارزينك كان نوت كروس بلاد برين بارير ويل، لو حد فاكر الكلمه دي، يعني هو يعدي يعدي بس ما يعديش قوي، انما الليد بيعدي. اشهر حاجه بتحصل في الليد توكسيستي ان الشخص اللي اتعرض للليد يبدا يخرب. يعني اول حاجه بتحصل له غير وجع البطن والنوزيا والفومتنج ان هو يبدا يخرب. حاجه كده عامله زي الهيباتيك انكيفالوباسي. اخر مراحل الاصابه بمرض الكبد ومشتقاته ان الشخص يبدا يحصل له الامونيا تقعد في البلد تقعد في البرين كتير فيبدا ان هو يخرب. يعني الابنورماليتيز بتاعت البيهيفيور هي اشهر حاجه كاركترستيك للليد. والكيسه اللي بتيجي في الليد بتيجي كالاتي: واحد شغال في مصنع معين بيصنع ميتال معين، ما قالكش انهي ميتال. الراجل ده بدا يحصل له بيهيفيورال تشينجز او ابنورماليتيز، مفيش اي حاجه عندك هتعمل حاجه زي دي الا الليد. الا الليد. يبقى سي ان اس هو عدى البلاد برين بارير وعمل حاله انكيفالوباسي. على البونز في حاجه مشهوره اسمها الليد لاين. ليد لاين يعني ايه؟ لو جبت لونج بون وعملت اكس راي هتلاقي خط موجود في العظم. اشمعنى؟ ايه اللي خلى الليد مينا؟ معلش ايه الكلمه الثالثه في البلاد؟ دي ريتيكولوسايتوزيس ابنورمال ار بي سيز. يعني الار بي سيز من بايظه، بون مارو بدا يطلع ار بي سيز عشان يعوض النقص بس صنع ار بي سيز بايظه. ليد لاين اشمعنى الليد بيروح جوه العظم؟ عشان يدور على الكالسيوم، هو بيجري ورا الكالسيوم فلاقي الكالسيوم كونسنتريت في العظم فراح على العظم فعمل حاجه اسمها الليد لاين. حد فاكر الميركوري كان بيعمل خط في السنان لونه ايه؟ اسود. ده بيعمل خط لونه بلو. الكلام ده مهم جدا. يعني شويه وهنقول ان هو على السنان بيعمل خط معين، الخط ده لونه بلو. ايه اللي وداه السنان؟ الكالسيوم، بيدور على الكالسيوم، راح على العظم عشان الكالسيوم فعمل حاجه اسمها ليد لاين. سواء دي او دي هي دي الكيس. هتلاقيه بيقول لك الكلام ده لحد هنا المفروض نعرف ان هو ليد. واحد تعرض لماده وبيخرف يبقى ليد. هياكدها لك كمان، هيقول لك ان في ابنورمال لاين ظهر على الاكس راي اوف لونج بونز. دي كده الميكانيزم اوف اكشن. قسمها بقى اكيوت وكرونيك. في بعض مشتقات الليد عايزين نعرف بس كام كلمه عنها. في حاجه اسمها الليد اولير. ايه الليد اولير ده؟ مش هناخده دلوقتي، هناخده في شابتر الابورشن. احدى المواد لو واحده عايزه يحصل لها ابورشن يعني يحصل اجهاض عندها طرق كتير، طبعا احسنهم السيرابيوتيك ابورشن ان الدكتور هو اللي يامرها ان يحصل لها اجهاض وهو اللي يعمل لها عمليه شرعيه. ممكن الموضوع يفضل ينزل في الدرجات كده لحد ما يوصل لمرحله الهيفي ميتال، ان حد ينصحها انها تسقط نفسها باستخدام احدى الهيفي ميتال. طبعا دي حاجه هايلي توكسيك. هي عايزه توصل ليه؟ في ماده اسمها الليد اوليت بتعمل كونتراكشن في الانتستنس. لو الانتستنس حصل فيها كونتراكشن هيحصل كونتراكشن لمين قدامك؟ لليوترس. فهيحصل ايه؟ ابورشن. هيحصل ابورشن وهتموت لانها حصل لها توكسيستي من ليه؟ من الليد. دي اسمها الليد اوليد. في بعض الناس بيتعرضوا للليد بطريقه غريبه، يعني مثلا الكارتن ويتس او الفيشنج ويتس، الستاير، عارفين البتاع اللي بتحرك الستاره دي؟ ممكن تبقى متبطنه بماده الليد، طفل صغير ياكلها. او الصناره، التقل اللي موجود في الصناره اللي بينزل في الميه، بيبقى معمول بماده الليد. كل الحاجات دي لو اي حد بلعها هيحصل له ليد توكسيستي اكيوت. احنا بنتكلم عن اكيوت مش الكورونا. فدلوقتي اكيوت ممكن يحصل نتيجه لعب اطفال، او يحصل نتيجه طباق معينه اكلت فيها،
اي حاجه ممكن تجيب المشكله اكيوت، او صاروخ فرقع في بلد معينه فطلع منها فيومس عمل توكسيستي. بس واحد بيشرب ميه من مواسير متبطنه بالليد، احنا دخلنا في دايره ايه؟ كرونيك. واحد شغال في مصنع معتمد على ليد، كل دي اسمها ايه؟ كرونيك. اكيوت توكسيستي هيحصل له مشكلتين، هيحصل له جي اي تي سيمبتومز اند اذر سيمبتومز. الاذر سيمبتومز هتلاقيها متركزه على كلمه سي ان اس، يعني انا بتكلم على الجي اي تي وبتكلم على السي ان اس. جي اي تي اي هيفي ميتال لما ياثر على الجي اي تي هيعمل ايه؟ نوزيا وفوميتنج وابدومينال بين ودياريا، اكسبت اللي هو الوحيد اللي بيعمل ايه؟ كونستيبيشن. الكونستيبيشن سببه ايه؟ سببه ماده اسمها الليد سلفايد. عن الليد سلفايد عايز نعرف عنها حاجتين. الليد سلفايد هي اللي سببت الكونستيبيشن، والليد سلفايد هي اللي عملت البلو لاين اللي موجود فين؟ في الكيس. يعني سبب البلو لاين اللي في الكيس هو الليد سلفايد، وسبب الكونستيبيشن هو الليد سلفايد. انا عايز اعرف ان الجي اي تي حصل كل حاجه تحصل في الهيدي ميتالز اكسبت الدايريه، حطيت مكانها ايه؟ كونستيبيشن. وهنا يجي اهم سؤال في موضوع الليد، مقارنه هبله جدا، قارن ما بين اكيوت ابدومين واحد بطنه وجعاه عادي، واحد بطنه وجعاه بسبب ايه؟ بسبب الليد. لان الليد بيعمل حاله كده وجع اكتر من اي هيفي ميتال، حاله اسمها الليد كوليك، الوجع بيبقى شديد شويه. قارن ما بين الاثنين، واحد اتعرض لليد وواحد حصل له اي مشكله تاني عملت له اكيوت ابدومين. لو جيت على واحد بطنه وجعاه وضغطت على بطنه هيعمل ايه؟ هيتوجع اكتر، صح؟ هيصوت بقى، مش هيصوت حاجه ترجع له، هيتوجع اكتر، صح؟ لو جيت على واحد وعنده ليد كوليك يعني بطنه وجعاه بسبب الليد وضغطت على بطنه هيرتاح. ازاي؟ الليد بينزل بيحصل له كونسنتريشن في مكان معين، يعني هو نزل اورال او باي فيومز، المهم ان هو وصل فين؟ ستومك او انتستنز. هو بيمسك في حته معينه في الانتستنز ويبدا يشتغل عليها. هو شغله الاساسي على الانزيمز بتاعت ايه؟ بتاعت الدم، صح؟ يعني هو بيمسك في حتت معينه، ميوكوزا معينه، يبدا يعمل ديفيوجن عشان يدخل على البلاد فيسلز عشان يبدا يكسر في مين؟ في الدم. فانت من الاخر الليد كوليك متركز في حته معينه. لو جيت على بطن الراجل ده وضغطت عليها انت كده بتوزع الليد، يعني الليد اللي كان موجود في حته انت عملت له ايه؟ ديفيوجن. فتلاقي الشخص ده ارتاح. واحد تاني عنده اكيوت ابدومين لو ضغطت على بطنه هتوجعه اكتر، مش هيرتاح. الليد ملخصه كده اول عن اخر هي كلمه الكالسيوم. يعني هو جوه الجسم بيدور على الكالسيوم، ولما اجي عالجه واضحك عليه بمركب موجود فيه كالسيوم. فانا لو شربت الراجل اللي عنده ليد كوليك حاجه فيها كالسيوم هيخف، لان الليد هيسيب الانزيمز اللي هو بيشتغل عليها ويمسك مين؟ في الكالسيوم. انما لو جيت على واحد عنده اكيوت ابدومين وشربته ميه حتى مش كالسيوم هيتوجع اكتر. اتليست هو مش هيرتاح، يعني كده كده اللي عنده اكيوت ابدومين مش هيرتاح بالكالسيوم، بس اللي عنده ليد كوليك هيرتاح بيه؟ بالكالسيوم. واحد بطنه وجعاه كل ما الوجع بيزيد بيحصل له فلاش، يعني وشه هتلاقيه محمر من الوجع. واحد عنده ليد كوليك، ارجع للبيزك، هو بيشتغل على مين؟ على الدم. عنده ايه؟ انيميا. فهتلاقيه عنده بلور، يعني هتلاقي العكس، واحد بطنه وجعاه اكيوت ابدومين فلاش، واحد عنده ليد كوليك هتلاقي عنده بلور. فلاش من الوجع بس، اي حد بيتوجع بيحصل له فلاش، ممكن تلاقيها نورمال. كلمة فلاش ممكن تلاقي ولا في فلاش ولا في بالور، بس كده كده الليد كده كده بيعمل حالة بالور بسبب ايه؟ انيميا. يبقى تاني، واحد عنده اكيوت ابدومين لو ضغطت على بطنه مش هيرتاح. لو اديته كالسيوم جلوكونيت او اي مشتقات الكالسيوم مش هيرتاح. في نفس الوقت ممكن تلاقي وشه فيه فلاش. واحد عنده ليد كوليك لو ضغطت على بطنه هيرتاح، لو اديته كالسيوم هيرتاح، وشه مش هيبقى فلاش، هيبقى عنده بالور بسبب الانيميا. ده اهم سؤال في موضوع الليد. اكيوت تاني، قلنا اول حاجه بتحصل مشاكل في الجي اي تي، نوزيا وفوميتنج، ابدومينال بين، سميناها حاله لوحدها كده ليد كوليك، وعنده كونستيبيشن بدل الدايريا. اذر سيمبتومز هتلاقي كلها ليها علاقه بالسي ان اس، هتلاقي عنده بيهيفيورال تشينجز، ودي اهم كلمه في الموضوع. عنده ليسرج التاكسي، ممكن يدخل في كوما وعنده ميكو. كل الحاجات دي اختصارتها كده انها اعراض ايه؟ اعراض مشاكل في السي ان اس، اعراض الليد انكفالوباسي. بس خد بالك من حاجه، الليد انكفالوباسي هو مصطلح بنطلقه على الكرونيك، طب ليه ما تطلقوش على الاكيوت؟ ما هو مهما كانت النسبه اللي هو واخدها في شويه عدت فبدات تشتغل، بس ما وصلتنيش لحاله اسمها انكفالوباسي. انكفالوباسي يعني في كميه مهوله موجوده فين؟ موجوده في البرين. بس هنا المشاكل كلها سي ان اس، هيبدا يحصل له
تغيرات هيبدا يتنفس. ممكن اشرح لك بقى في الكيسه ما يكونش الكلمه دي، بس يبدا يشرح لك بقى ان هو بقى اجريسيف، بقى بيتخانق، بقى مش عارف ايه، كلها تحت شعار بيهيفيورال تشينجز. يحصل له ليثرجي، يحصل له اتاكسيا، كونفالجنز ممكن توصله للكوما، يحصل له هيدك عشان الضغط ارتفع شويه، كلها مشاكل ليها علاقه بالسي ان اس. اكيوت توكسيستي اوف ليد هما كلمتين، جي اي تي افكت والسي ان اس. والجي اي تي عايزين منها حاجتين، عايزين حوار الكونستيبيشن والليد كوليك، ونعرف الفرق ما بين الليد كوليك والاكيوت ابدومين. هو ده اشهر سؤال ليك في الامتحان، في اي ازمه الكلام ده؟ هتلاقي تريتمنت بعد الاكيوت وتريتمنت بعد الكرونيك، هي تريتمنت واحده فاكرها بعد الكرونيك، يعني تريتمنت اكيوت هي علاج الكرونيك. كرونيك توكسيستي احنا اتفقنا في الهيفي ميتالز ما بتذاكرش سيمتومز، بتذاكر اورجانز. يعني ايه الاورجانز اللي بيشتغل عليها الليد؟ بيشتغل على الجي اي تي، ريبرودكتيف سيستم، على البول والبلط والأول والكيدني والسينيس. كل الأورجانس دي بيشتغل عليهم الليد. طب أنا ليه أحفظ أورجانس ما أحفظش سيمتومز؟ لأنك لو عرفت الأورجان إيه وعرفت القاعدة اللي بتقول إن الهيفي ميتال هي مادة هايلي توكسيك، يعني مش هتخلي واحد تعبان شوية، هتخلي واحد بيموت، هتعرف كل أورجان ممكن يحصل له إيه. جي أي تي كده كده احنا قلنا اللي بيحصل في جي اي تي عنده ليد كوليك على طول وعنده كونستيبيشن. هنزود بس كلمه ايه؟ البلو لاين. يعني بمناسبه التيس هنقول ان في بلو لاين فين؟ في التيس. الميركري كان بيعمل ايه؟ بلاك لاين. الميركري كان بيعمل خط اسود، الليد بيعمل خط ازرق. يبقى في جي اي تي عنده ليد كوليك كونستيبيشن بدل الدايريه وعنده بلو لاين في التيس. وبالذات خد بالك الميركري ممكن يعمل خط اسود في السنان كلها. الليد غالبا بيعمل خط ازرق في السنان المسوسه بس. اشمعنى؟ الليد عايز يكون ماده الليد سلفايد ومش هيعرف يكونها غير لما يلاقي كاريوس تيس، يعني اسنان ايه؟ اسنان بايظه. يعني هو غالبا مش هتلاقي الصف كله اسود زي ما كان فين؟ في الميركري. هتلاقي حتت معينه هي اللي خلت اللون الازرق عند السنان اللي هي اصلا شبه بايظه. عكس مثلا الفوسفورس، كنا بنقول ايه عن الفوسفورس؟ اخطر حاجه بتاثر على الاورال كافيتي. الفوسفورس هيخش ينتشر في البق لدرجه ان هو لو فتح بقه وقفل النور هينور، هتلاقي بقه بينور من ماده الفوسفورس. بنتكلم عليها دلوقتي. ريبرودكتيف سم بيموت، بيأثر على الريبرودكتيف سيستم، هيعمل انفيرتيلتي الميل والفيميل. هيأثر على البول، هو ممكن يعمل مشاكل في العظم وممكن يعمل مشاكل في الجوينتس، ممكن يعمل حاله جوت او نقرس. بس انا اللي يهمني في موضوع البول هي كلمه الليد لاين، اكتبوها يا جماعه. هي مكتوبه في الانفستيجيشنز، مكتوبه في الكلينيكال ليتشر. على البونز هتلاقي مكتوب بيعمل مشاكل في البون وبيعمل جوت او نقرس. عايزين نعرف ان في حاجه اسمها ليد لاين، يعني في خط من الليد موجود في اللوك بونز بيبان في الاكس راي. ايه اللي خلاه يروح على السنان؟ عايز كالسيوم. ايه اللي خلاه يروح على العظم؟ عايز كالسيوم. هو بيجري ورا الكالسيوم. على البلد قلنا بيعمل ايه؟ انيميا، هيموليزيس، ريتيكيلوسايتوزيس، وفي حاجه قلناها المره اللي فاتت اسمها البامبتد ميزوفيليا. كنا بنقول الار بي سيز لو بصيت تحت الميكروسكوب هتلاقي المنظر ده. دي بنسميها بيزوفيليك ستيبلنج او بامبتد بيزوفيليا. ايه سببها؟ اي سم بيوقف الانزيمات بتاعه الار بي سيز بيبدا يخليها ما تتخلصش من الويست برودكتس. الاسم اللي هقوله ده مش عايزينه في حاجه. بايريميدين 5 نيوكليوتيديز، مش عايزينه في حاجه خالص. الانزيم ده وظيفته ان هو يتخلص من، هتلاقي مكتوب عندكم بايريدين، لا هو بايريميدين 5 نيوكليوتيديز. ده انزيم وظيفته جوه الار بي سيز ان هو بيتخلص من الار ان اي زياده. لو الانزيم ده عطل هتلاقوه موجود في الميكانيزم او هتلاقوه موجود هنا. يا في الميكانيزم يا في الميديكال بيكتشر. موجود في الميكانيزم. موجود في الميكانيزم. شايف معانا يا جماعه؟ مش حلو يعني. احنا بس عايزين نفهم حاجه واحده، الار بي سيز بتستخدم الانزيم ده عشان تتخلص من الاكسس ار ان اي. لو الانزيم ده عطل وهو بيعطل في الارسينيك والليد، ساعتها الاكسس ار ان اي هيتكون بالمنظر ده، وهيعمل مشهد كده اسمه الميزوفيليك ستيبلنج او البامبت الميزوفيليا. كل اللي عايز اعرفه ان الحاله دي مين اللي عملها؟ الارزينك عملها ومين تاني؟ والليد. يبقى تاثيره على الدم ايه تاني؟ عمل انيميا وهيموليزيس وريتيكيلوسايتوزيس والحاله اللي بنسميها فيها البامبتيد بيزوفيليا. للفهم فقط، انزيم بيتخلص من الاكسس ار ان ايه ما بقاش شغال، فالار ان ايه الزياده تكوم على الحراك بتاعت الار بي سيز فعمل منظر الدوتس او منظر النور. اي سم بيموت لو اثر على العين ابدا اسال، هو السم ده كوروسيف؟ لو كوروسيف هيدفر العين. لو ميه نار اتدلقت في العين ممكن تعمل بيرفوريشن، يعني ممكن تخرج العين كلها. لو ماده مش كوروسيف واتدلقت في العين هتعمل ايه؟ هتضعف النظر، ما دام بيأثر على العين فهو بيضعف النظر، زي ما قلنا في مين؟
ارسنك ولا ميركوري؟ ميركوري. الارسنك ملوش دعوه بالعين، قلنا ان الميركوري برضه بيضعف في النظر. على الكيدني هيعمل نيفريتك سندروم، نيفرايتس، هيعمل اعراض كتير. طب افرض انا ما افتكرتش الكلام ده، ممكن يؤدي رينال فيلير. يعني انا بس اللي عايز اوصله لكم، احفظوا الاورجانس وانت عارف جوه الاورجان فيه ايه. كل اللي قلناه سبيسيفيك ان الجي اي تي في كونستيبيشن، وفي حاجه زودناها في السنان اللي هي البلو لاين، ريبرودكتيف انفيرتيليتي. على العظم الجديد ان هو بيعمل ليد لاين في الاكس راي. على البلد ده بتاع الانيميا، يعني انت لو نسيت اي حاجه اعرف ان هو عمل انيميا. لو افتكرت فهو عمل انيميا وهيموليزيس ريتيكولوسايتوزيس وحاجه اسمها البانكتيد ميزوفيليا. على العين عمل ضعف النظر. على الكدني ممكن يجيب رينال فيلير. على السي ان اس عمل حاله اسمها ايه؟ ليد انكيفالوبس. سنسوري ولا موتور؟ موتور. واحنا قلنا فيه، قلنا الارزينك سنسوري ولا موتور؟ سنسوري. قلنا الارزينك سنسوري على شكل ايه؟ جلافس اند ستوكينج وانتياج وشرابات، ده الارزينك. وقلنا في الليد هنعكس، هنقول ان الليد موتور اكتر ما هو سنسوري. ومن اشهر الجمل بتاعت الليد هي كلمه ريست دروب، ان هو يعدي على مرحله كده اسمها ريست دروب، او يبدا ما يعرفش يحرك دراعاته، لان المشكله ايه؟ موتور. الموضوع بيبدا على شكل ريست دروب، بعد كده الموضوع بيبدا ينتشر، بما ان دوت بيعدي على البلاد برين بارير وبيدخل جوه البرين، هيبدا يحصل له الاعراض اللي احنا شرحناها هنا. عنده تغيرات في البيهيفيورز، ليثارجي، وعنده كوما وكونفالجنس، عنده مشاكل جوه البرين. كل دوت مش عايز احفظه، انا عايز بس احفظ كلمه ريست دروب، واعرف ان دوت موتور والارزينك كان ايه؟ كان سنسوري. من الاول بقى اكيوت توكسيستي للليد هيحصل ايه؟ جي اي تي وسي ان اس. جي اي تي يعني نوزيا وفوميتنج، ابدومينال بين، الحاله اللي سميناها ليد كوليك، وعنده كونستيبيشن. اذرز اللي هي السي ان اس، بيهيفيورال تشينجز وليثارجي، اتاكزيا وكوما، وممكن يحصل له هيديك بسبب الهايبرتنشن. يعني سي ان اس وجي اي تي. طب كرونيك، كرونيك جي اي تي نفس الاعراض، زود بس مشاكل السنان اللي ممكن يحصل له بلو لاين. بلو لاين عند السنان المسوسه، الميركوري. بلاك لاين، طب في لاين هنا تاني، في لاين بتاع العظم، ليد لاين. يعني انت عندك خط هتلاقيه في العظم في الاكس راي، وخط موجود عند السنان المسوسه لونه ازرق. ريبرودكتيف ممكن يحصل انفيرتيليتي. على البلد انيميا، هيموليزيس، ريتيكولوسايتوزيس، بانكت بيزوفيليا او بيزوفيليك ستيبلي. على العين هيضعف النظر، على الكدني ممكن يجيب رينال فيلير. على السي ان اس ليد انكيفالوباسي، اهم حاجه اعرف ان هي موتور اكتر ما هي سنسوري، وانها بتجيب حاله اسمها ريست دروب، وبعد كده بتجيب انت دروب، يعني بتجيب مشاكل في الجوينتس، الشخص ده ما بقاش اصلا قادر يحرك ولا دراعاته ولا رجليه. عليك حاله الليد، انفستيجيت الاول الليد، ازاي انفستيجيت اي هيفي ميتال؟ دور على النسبه في اليورين، دور على النسبه في الدم، عايز ازود، دور في اليورين، دور في الدم، شوف في الهير، شوف في النيلز، شوف في السكين. الكلام ده سكيما ثابته للهيفي ميتالز. نسبه يورين، نسبه بلاد، شوف الحاجات دي او شوف الماده دي في الهير وفي النيل وفي السكين. هزود ايه هنا؟ اعمل اكس راي على العظم. ليه اعمل اكس راي على العظم؟ ما في حاجه اسمها ليه؟ الليد لاين. ما دام في حاجه اسمها الليد لاين يبقى انا مطلوب مني اعمل اكس راي على العظم. ممكن تزود كلمه تكتبها عندك تيس اكزامينيشن. تيس اكزامينيشن عشان اشوف الايه؟ البلو لاين. تاني احنا مثبتين النسبه في اليورين والنسبه في الدم. زودت اكس راي على العظم عشان كلمه ايه؟ ليد لاين. زودوا كلمه تيس اكزامينيشن عشان تدور على البلو لاين. ولو كتبت تيس اكزامينيشن في الميركوري فانا بدور على بلاك لاين. تمام. طب عليك لحاله الليد، الناس اللي لسه مش حافظه سكيم في التوكس، هو الليفل بتاعك ده؟ لا لا، ما تحفظوش اي ليفلز، اي دوز بتاعت اي حاجه ما تحفظوهاش الا الانتي دوز فقط، اي حاجه ثانيه ما تحفظوهاش. سكيبت التوكس يا جماعه، سكيبت التوكس. واول حاجه ايه؟ ستابيلايزيشن. اي بي سي دخل لك حاله، اعمل له ستابيلايزيشن. اير واي بريزنج سيركيوليشن، وبعدها دي كونتامينيشن يعني ايميزيس، جاستريك لافاج، اكتيفيتد شاركول. اليمينيشن يعني هيمو داياليسيس او مالتيبل دوز شاركول. سيمتوماتيك تريتمنت، الحاجات دي كلها ثابته. لو في انتي دوت هو مش هيقرا اي حاجه وهيبص للانتي دوت. كل شابتر الهيفي ميتال مين الانتي دوتس بتاعتهم؟ ليتنج ايجنتس اللي هم مين؟ والبنسلامين والهبسة والبسمة. خمسة انتي دوتس او خمسة كليتنج ايجنتس، احفظهم صف اسماء بس مطلوب منك تعرفهم اسماء. في حاجة اسمها البال والإيديتا والبنسلامين والدمسة والديسفران. مين فيهم هايلي سيلكتف؟ أنتي سبيسيفيك. الديسفران.
سبيسيفيك نيد ايرن بس ده بتاع الايرن بس مين اكتر واحد فيهم التمسة يعني ده اكتر واحد التوكسيك او سايد افكتس بتاعته قليله فاي ام سي كيو يجي لكم ليه علاقه بالهيفي ميتالز او غيرها يقول لك لو عايز اخد كليتنج ايجنت تسيب هو عايز تكتب دمسة اي حاجه من دي بتشتغل لاي حاجه ويز فيو كونتراديكيشن الحاجه الوحيده منهم اللي سيلكتيف او سبيسيفيك هي الديسبرال ده بتاع الايرن فلما تتكلم عن ارزينيك ميركري ليد اكتب انا ممكن ادي بال او ايديتا او بنسلامين او 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 لما تتكلم عن الايرن اكتب بس ايه ديسبرال واحده واحده مين احسن واحد فيهم مناسب للليد الايديتا اشمعنى الايديتا لو نزلته وشابك فيه كالسيوم نزل المركب ده كده جوه الجسم مين هيجري على الكالسيوم الليد فانت منزل مركب عضوي متحمل بالكالسيوم الليد هيتفك من الاماكن اللي هو شغال عليها وهيبدا يجي يمسك فيه كنا بنقول في شابتر 1 بنزل كليتنج ايجنت بيقابل الهيفي ميتال وبيعمل حاجه اسمها كيليت كيليت يعني هيفي ميتال نون توكسيك مش شغال بياخده وينزل فين وينزل في اليورين لانه ايزلي اكسكريتد هي دي فكره مين الايديتر انا اكتب ايه اكتب كليتنج ايجنت بدي ايديتا او بنسلامين او تمسه مفيش مشاكل لو هتختار حاجه واحده اختار ايه الايديتر تمام كنا بنقول في شابتر 1 نزله معاه كالسيوم عشان الايديتا نفسه كالسيوم لافر هو نفسه هيجر مين كالسيوم هيجر الكالسيوم والليد برضه بيجر مين كالسيوم فعشان ما يحصلش هايبوكالسيميا نزله معاه كالسيوم كل اللي قلناه دي كلمه كليتنج ايجنت ان احسنه هو الايديتا حد مش فاهم حاجه في الليد للدات مفيش البارستامول توكسيستي هو طبعا سيف ليه عشان 7.5 جرام يموت 15 حبات بنادول البارستامول بيعدي على اربع مراحل الاولى والثانيه ويموت في الثالثه وبيخف في الرابعه ما عداش عليكم الكلام ده هيعدي عليكم مش هروح عليكم الاير شبه البارستامول بالظبط يعني احنا نشرحه في الاير هو نفس اللي احنا هنقوله في البارستامول ان ده توكسين معين بيعدي على اربع ستيجز تمام طب الاير ايه مصدره حبوب مكملات ايرن يعني مين اللي معرض ان هو يحصل له توكسيستي تشيلدرن اشمعنى حبوب شوجري وملونه كلرفول اند شوجري حبوب عامله اغراء لمين للاطفال لو الطفل خد حبايه حبايتين خير مش هيحصل حاجه لو خد 5 6 7 مش خير لان ماده الايرن ماده كوروسيف ماده ليها كوروسيف افكت خفيف بنقول ان الطفل اللي اتعرض للايرن حد فاكر حاجه في شابتر 1 اسمها الاكسشينج ترانسفيوجن ايه دي خد الدم كامل وحط دم جديد مع ان الايرن ليه انتي دوت اسمه ايه ديسبرال ده للكبار بس يعني جسم الشخص الادلت هو اللي يستحمله واكتر ناس معرضه للايرن هم مين الاطفال مش هينفع لهم انتي دوت فبنعمل لهم حاجه اسمها اكسشينج ترانسفيوجن الايرن عموما سواء حد طفل صغير او شخص كبير هيعدي معاه على اربع مراحل نفس اللي هنحكيه في الباراستامول بالظبط اربع مراحل اعرف اي سبب بيعمل اربع مراحل اعرف ان هو هيموت في المرحله الثالثه الكلام ده ثابت المرحله الاولانيه دايما بتبقى عباره عن ايه انا دلوقتي جبت 7 8 حبوب اير مركزه ورحت واخدهم هيحصل لي مشاكل فين استومك يعني كل المرحله دول عباره عن جي اي تي سيمتومز جي اي تي سيمتومز يعني نوزيا وفوميتنج وابدومينال بين بس في حاجه زياده ان الاير كروز بما انه كوروسيف فهو هيعمل دامج للميوكوزا بما انه كوروسيف ممكن يحصل هيماتيمسيس انت بتتكلم عن ماده كوروسيف بس خفيفه جدا واحنا قلنا ايه اتقل حاجه كوروسيف الاورجانيك الاورجانيك الكالز حد فاكر اشمعنى الكالز ليكويفاكتيف ديكروزس كانت بتسيح وبعدها الاسيد اورجانيك اسيدز وبعدها اورجانيك اسيدز وبعد ده كله ممكن اقول لك الايرن يعني الايرن اخف حاجه ممكن اطلق عليها كلمه ايه
كوروسيف، كوروسيف افكت بس خفيف، ان يحصل هيماتيميسيس دي حاجه مش وارده، بس ممكن يحصل سيفير بين، ممكن الموضوع يحصل جرح معين في الميوكوزا ما يؤديش لهيماتيميسيس، ما يعملش بيرفوريشن بس يعمل سكارنج في الاخر، يعني الهيلينج ما يكملش. هنعرف دلوقتي ازاي. ستيج 1 مشاكل في الجي اي تي زائد ان هو ليه كوروسيف افكت. ستيج 2 هي مرحله الابيرنت امبروفمنت، ده في اي توكسين اي سم بيعدي على اربع مراحل. اعرف ان اول مرحله بطنه وجعان وبتتقطع وعمال يرجع، بعد كده مفيش مشاكل. لا سيدي السنه اقول لك ابيرنت امبروفمنت يعني ايه؟ يعني الوجع اللي كان في بطنه راح، بما ان مشكلته كلها كانت ان بطنه وجعان وبيرجع، اول ما هيخف هيحس ان هو بقى كويس او الموضوع عدى على خير. نفس اللي بيحصل في البنادول، لو واحده ما اقدرش اقول واحد، لو واحده انتحرت بالبنادول خدت 10 حبايات بنادول، اول يوم هيحصل لها ايه؟ جي اي تي ونوزيا وفوميتنج وابدومينال بين. طب بعد 5-6 ساعات هتلاقي الحاله دخلت في حاجه اسمها ابيرنت امبروفمنت، يعني وجع البطن ده راح، فممكن يهيئ لها ان الموضوع عدى على خير، خلاص انا خدت حبوب بطني وجعتني بعد كده خفيت. بس دايما الابيرنت امبروفمنت هو فكرتها كلها ان السم اتشال من الاستومك وراح على السيركيوليشن ورايح على التارجت اورجان، رايح على التارجت اورجان عشان يشتغل في المرحله الكامله الثالثه. يبقى جي اي تي افكت بقى كويس هيموت، دي كده مرحله الموت. الايرن بقى بيعمل ايه؟ الايرن في المرحله الثالثه بيعمل مشاكل منتال، ممكن يعمل كوما اند كونفولشنز فيفر ليوكوسايتوزيس. اهم حاجه ليفر دامج، التارجت بتاعه هو الليفر، يعني ده كده الكوز اوف ذس. هيعمل منتال ديستربنسز، ممكن يعمل كوما وكونفولشن وفيفر، اهم حاجه يحصل ليفر دامج، ممكن تقلب ليفر سيروزيس. يبقى اللي حصل ان الجي اي تي باظت نتيجه اي سم، اعراض اي توكسيتي، زائد بس ان هو ايه؟ كوروسيف. بعد كده حصل ابيرنت امبروفمنت، الحاله حست ان هي بقت كويسه، ليه؟ ما عادش السم في الجي اي تي وبدا يروح على السيركيوليشن، وصل للتارجت اورجنز بتاعته بدا يعمل مشاكل، اهمها ليفر دامج. فلو اخترنا اورجن بيتارجت عليه الايرون هو مين؟ هو الليفر. المرحله الرابعه عمل منتال ديستربنسز، عمل كوما كونفولشنز، لان هو ليه سي ان اس افكت. لو الشخص ده واخد دوز عاليه جدا، يعني لو واخد 20-30 حبايه او واخد حقن كتير مركزه في الايرن، ممكن مشاكل السي ان اس تحصل في اول مرحله، يعني ممكن يبدا كده بوجع في البطن كروسيف افكت ومشاكل فين؟ السي ان اس، بس هي مش وارده، دايما مشاكل السي ان اس بتحصل هنا. فيفر ليوكوسايتوزيس ليفر دامج هو ده كده الكوز اوف ذس. امتى يفلت على الرابعه من غير علاج؟ لو انا واخد 3-4 حبايات بطني هتوجعني، احس ان انا كويس، هيبدا يحصل المشاكل دي، بس الليفر هيقدر يحلها. مجرد 4 حبوب من سم معين هيتعامل معاها الليفر وهيعدي منها على خير عشان يدخلني في مرحله الهيل. طب امتى الموضوع يبقى لازم علاج؟ لازم علاج لو انا واخد 10-15 حبايه، عمر الليفر ما هيستحمل، يعني الليفر مش هيقدر يعدي من المرحله دي، فمش هوصل اصلا دي. المرحله الرابعه. الكلام ده متشابه مع البرس كامول في المنظر ده، بس مختلف ان البرس كامول سهل انك تتنقل من دي لدي. يعني ايه البرس كامول؟ حاجه سيف، هايلي سيف، انما دوت مش سيف، صعب تتنقل من دي لدي. لو جالك الكيس في مركز السموم وهو في المرحله الاولى بيقول لك انا بطني بتتقطع، اصل انا خدت الحبوب الفلانيه، او ابني لسه انا شايفه واخد 5-6 حبوب ايرن وبطنه وجعاه وعمال يصوت، سهل جدا انك تعمل دي كونتامينيشن جاستريك لافاج، الموضوع محلول. لو جات لك الطفل ثاني يوم، يعني لو قال لك ده امبارح الواد خد مش عارف ايه 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 وبقى كويس فما جبتوش. ما جبتوش يعني هو في المرحله دي او داخل على المرحله الكامله. الثالثه، اعرف ان الطفل دوت تقريبا هيموت. اشمعنى؟ لان الحل الوحيد للطفل انك تعمل له اكستشينج ترانسفيوجن، تاخد الدم وتحط دم تاني. والانتي دوت ملوش لازمه، الانتي دوت ما بيشتغلش مع الاطفال. او توكسيك اكتر للاطفال. ما دام دخل في المرحله دي وهو طفل اعرف ان الموضوع هايلي سيفير. دي كده الاربع مراحل بتوع الاكيوت ايرن توكسيستي. طب لو الراجل ده كرونيك، يعني ايه كرونيك توكسيستي من الايرن؟ فاكرين البايبيتورينز؟ فاكرين حاجه اسمها دراج اوتوماتيزم؟ طبعا يا جدعان والله، دراج اوتوماتيزم ده كان ايه؟ هو البايبيتورينز ده ايه؟ مهدد، اشهر مهدد بياخدوه الناس الكبار في السن، صح؟ دراج اوتوماتيزم يعني واحد كبير في السن خد حبايه البايبيتورينز ودخل ينام، بعد ساعه ونص قام يشرب، فنسي ان هو خد حبايه البايبيتورينز، خدها تاني ودخل ينام، بعد كده بساعتين قام يشرب، فخدها تاني، يعني حصل له توكسيستي بسبب ان هو نسي ان هو خد ايه؟ خد الدواء. دي بتحصل بالذات في البربيتيوريتس بسبب ايه؟ ان هو اصلا مهدد سي ان اس ديبريسنت، فسهل ان هو ينسى، وان اغلب الناس اللي بياخدوه ناس عندهم مشكله او ناس كبار في السن.
ايه الجديد هنا او ايه المشترك في الكلام ده هنا؟ ان الكرونيك توكسيستي من الايرن بتيجي الواحد عنده من 40 ل 60 سنه، بس على ارض الواقع هي بتيجي لحد عنده 60 فيما فوق، شخص كبير في السن بقاله كتير ماشي على مكملات عشان عنده انيميا، وبدا يدخل في حاله كده عامله زي الزهايمر، يعني الذاكره عنده بايظه، فبدا ينسى ان هو خد العلاج، فبدا ياخده مره والثانيه والثالثه، فدخل في مشكله. او شخص حد كتب له على حبايه واحده في اليوم ما عجبتوش حبايه في اليوم، فبدا ياخد حبايتين وثلاثه على اساس ان دي حبايه مسكره ولونها احمر او اصفر، وفعلا منظر حبوب الايرن بيبقى شكلها حاجه حلوه، يعني هو مش هتضرني في حاجه، فبدا ان هو ايه مش عارفين يغيروا شكلها، هم عاجبهم كده. تمام، خدوا بالكم بقى الكيسه هتيجي كده، الكيسه هتيجي كده، عشان كيسه الايرن بتيجي كده. كيسه الليت كان عباره عن ايه؟ واحد شغال في مصنع سطور كتير كده، حصل له بيهيفيرال تشينجز، بقى اجريسيف، بقى فايولنت، عملنا اكس راي لقينا ان في ابنورمال لاين، دي حاله ليت. طب حاله الميركري، الكيسه الوحيده اللي ممكن تيجي في الميركري ان هو يقول لك طفل اتكسر الترمومتر في بقه وبلع الماده اللي موجوده جوه، ايه الماده اللي بلعها وهيحصل له ايه؟ دي كيسه الايرن، مفيش كيس ارزيليك، مش هيجي لك كيس ارزيليك. الكيسه دي تيجي هيقول لك من 40 ل 60 سنه، شخص كبير في السن عموما، بياخد مكمل حاجه معينه، ما تكملش، ما عندكش مكمل في توكسو غيره، بياخد علاج معين ونسي ان هو خده، فخده اكتر من مره، فبدا يحصل له مشاكل، منها البرونز الدايابيتس، دخل في حاله برونز الدايابيتس. ممكن بقى يكمل يقول لك حصل له منتال ديستربنسز، تستيكيولار اتروفي، او دخل في مشاكل ليها علاقه بالسي ان اس، او دخل في حاله كوما او كونفيوجن. ممكن الليد، ممكن الايرن يوصل لمرحله البريفرال نيوروباثي، بس انا عايز اقطع بكلمتين بس، الكلمتين دول برونز الدايابيتس ومنتال ديستربنسز، هي دي كيسه الايرن بتلعب على النقطتين دول. كده كده هيقول لك يعني على اساس انك ما تعرفش عليه برونز الدايابيتس، هو يعني برونز الدايابيتس عنده دايابيتس، اعراض الدايابيتس ولون السكين ايه؟ لون البرونز. هيقول لك فجاه كده السكين بتاعه ادى ابنورمال كلر، مش هقول لك برونز، هو لو قال لك برونز يبقى خلاص هو حلها. قال لك واحد كبير بياخد مكمل والسكين بتاعه قال برونز، يعني عنده ايه؟ برونز الدايابيتس. هيقول لك برده ان هو عنده منتال ديستربنسز، او عنده مشاكل منتال، او بدا برده يبقى اجريسيف او او او. ده كده الشخص الكبير اللي اتعرض للايرن توكسيستي، او اللي ماشي على مكملات ايرن بقاله فتره يحصل له الاعراض دي. طب علاج الايرن ايه الجديد؟ عشان نعالج حاله الايرن ستابيلايزيشن ودي كونتامينيشن والالينيشن وسيمتوماتيك تريتمنت، نفس الترتيب بتاعنا. ايه الجديد في الموضوع؟ لما تيجي تعمل الالينيشن ما تنساش تكتب كلمه اكسشينج ترانسفيوجن، دي العلاج الوحيد لحد الاطفال، ما دام بتتكلم عن طفل ما ينفعش اديله انتي دوت، فبديله ايه؟ بعمل له حاجه اسمها اكسشينج ترانسفيوجن، ولازم اكتب ان الانتي دوت مش اي كليتنج ايجنت، اللي اسمه ايه؟ الديسبرين. الكلام ده بقى مهم جدا، اي دوز مش مهم نحفظها دلوقتي، بس الديسبرين لما بيخش جوه الجسم هو داخل يدور على مين؟ على الايرن، بيمسك مع الايرن ويعمل ماده اسمها الفيريوكسيلين. اعرف ازاي ان الفيريوكسيلين ده بيتكون؟ مفيش دوز معينه للديسبرين، يعني هو جاي لي ايرن توكسيستي، لو طفل عملت له اكسشينج ترانسفيوجن، لو كبير بدات اديله ايه؟ ديسبرين. ديسبرين دخل قابل الايرن عمل فيريوكسيلين، هعرف ازاي ان هو شغال لسه؟ طول ما اليورين بينزل لونه روز او فايد روز او ابنورمال كلر، في لون غريب بينزل في اليورين، اللون الغريب ده هو لون الفريوكسامين، يعني لون اتحاد الديسبرال مع مين؟ مع الايرن. طول ما اليورين بينزل لونه غريب افضل ادي ديسبرال، ادي حقنه في الثانيه في الثالثه في الرابعه، لان اللون عمال ينزل غريب، معنى كده ان الجسم لسه فيه ايرن. اول ما لون اليورين يرجع نورمال وقف استخدام الايه؟ الديسبرال. فالديسبرال تقريبا ملوش جرعه ثابته، هو على حسب اول ما لون اليورين يرجع نورمال بوقف استخدامه، الكلام ده مهم جدا. ده انتي دوت سبيسيفيك لمين؟ للايرن. بيخش لما كنا بنقول في شابتر 1 بنقول ان هو بيبايند الايرن الزياده اللي محطوط في الاستورج سايتس، ما بيمسكش الايرن اللي في الاماكن اللي الجسم محتاجها، يعني هايلي سيلكتيف، بياخد الايرن اللي الجسم مش عايزه بس، بيمسك فيه وبيعمل حاجه اسمها الفريوكسامين، بتنزل تغير لون اليورين بتعمل لون روز. اول ما اللون ده يقف ويرجع للنورمال اعرف ان الايرن اللي في الجسم خلص ووقف استخدام الديسبرين. في اي ازمه الكلام ده؟ الكلام ده تريتمنت، لو قال لك تريتمنت اوف ايرن توكسيستي، ها
حد عنده اي مشكله. موضوع الفوسفورس يا جماعه، موضوع الفوسفورس يعني ولا فوسفورس ولا ولا ريليشنز، مش علينا مش علينا الكلام ده. احنا عايزين حاجه واحده بالفوسفورس عشان ام سي كيو. كلمه فوسيجو، دور كده هتلاقي كلمه اسمها فوسيجو. احنا قلنا ان الفوسفورس بيتارجت على الجو، العظم بتاعي، العظم بتاع الاورال كافيتي. هتلاقي كلمه كده اسمها فوسيجو، علم عليها. يعني في فوسفورس في الجو يا جماعه. في الكلينيكال بيكتشر بتاعه الفوسفورس توكسيسيتي هتلاقوا ان الفوسفورس بيعمل حاجتين، بينزل دايريه بتنور وبيخلي البق ينور. ده كده اختصار للفوسفورس. ليه؟ هي اصلا ماده بتنور، هي استخداماتها كلها انها تخلي لمبه معينه تدي ضوء معين او اي حاجه. لقيتوها؟ اه لقيتوها؟ كرونيك توكسيستي. كرونيك توكسيستي. يا اخي يا اخي هطلع لك كلمتين، ان الفوسفورس بيخلي الاسطول منوره وبيخلي البق منور وبيعمل حاله كده اسمها الكوسي جو، يعني بيعمل تاكل في العظم بتاع الاورال كافيتي. مش عايز اعرف عن الفوسفورس حاجه تانيه. تمام؟ احنا عندنا ارزينيك، ميركري، ايرن، والليد، هم دول كده الهيفي ميتال. طب ان شاء الله باذن الله يوم الاحد الجاي هنكمل هنشرح شطرين فورنسيك. مش شطرين، هو اللي باقي في الاون مع الناتشورال ديس، صفحتين اسمهم ناتشورال ديس مع اللي باقي.